ثلاث اثنان واحد. عائلة السويد مية مية. صح والجواب صحيح. خلونا نشوف السؤال الثاني. 70 خلونا نشوف. والله الجواب خاطئ. عندكم الإجابة؟ مو 70، قلت لك أكثر من 70. والوقت خلص. خلونا نشوف الجواب الصحيح مع بعض على الشاشة. 90. قدامكم محاولة الثالثة والأخيرة، خلونا نشوف مع بعض. 13 اللي فوق 45 27 مين كم؟ 25 27 عائلة السويد 52 والجواب صحيح. تقدرون تتفضلون. برافو. شكرا. أحتاج عندي الآن دارين وروبين من السويد والوسام وليالي تفضلون عندي مع عائلة شقدر. سهل ريلاكس. أحسهم حيفوزون. جاهزين؟ يلا عينكم على الشاشة. سويد 165. الجواب خاطئ. شقدر 144. 144 الجواب صحيح. في عودة، في عودة. خلونا نشوف التحدي مرة ثانية لكن بجولة أخرى. سويد 67. والجواب صحيح. ترددتي بس صحيح. نشوف المحاولة الأخيرة. عائلة السويد 78. طبعا هو الجواب خاطئ. خلينا نسمع من عائلة شقدر. 75 الجواب الصحيح. كنت جدا قريبة. 76 هو الجواب الصحيح. جاوبته 3 مرات مقابل مرة واحدة، وعلى ذلك التحدي هذا يروح لعائلة السويد، وأول 50 نقطة لكم. تفضل.